قراءة الفاتحة لم يثبت فيها شيء، وإنما قراءة ياسين جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا الحديث فيه ضعف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم حسنه، ولكن حتى الذين حسنوه من أهل العلم قالوا المراد بالموتى هنا المشرفون على الموت، المشرفون على الموت وليس الموت الذين ماتوا، وإن المشرف على الموت، لأن هذه السورة جمعت يعني ذكر الآخرة وذكر الدنيا وذكر الجنة وذكر النار وذكر المعاد، فهذه السورة مباركة، وغيرها من سور القرآن كلها مباركة، ولكن هذه السورة فيها ذكر الآخرة وحسن الظن بالله وكذا، فقالوا يستحب أن تقرأ هذه السورة عند الميت قبل أن يموت ليعتبر بما فيها من المعاني، وليس المقصود قراءتها عنده بعد وفاته، لأنه لا ينتفع الميت بعد وفاته، انتهى انقطع العمل بعد الوفاة، انقطع العمل. هذا مع ضعف الحديث حقيقة الذي فيه اقرأوا ياسين على موتاكم لم يصح، ولكن إن صح فالمقصود بموتاكم أي المشرفين على الموت، المشرفين على الموت وليس الذين ماتوا. نعم.